بدأت الحكومة عبر شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية في وقف خطط تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك وفاء بما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق. كان مدبولي قد أعلن عن توفير نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز والسولار والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء على مدار فترة الصيف، ووقف خطة تخفيف الأحمال تمهيدا للقضاء على هذه المشكلة نهائيا بنهاية العام الجاري.